هي انه من اهم القطاعات اللي شهدت تحول كبير في تطبيق نظام الميكنه والتحول الرقمي كان قطاع البريد المصري. فاكرين زمان البريد كان شكله عامل ازاي؟ كان بس عشان ان انت تقدر يعني يقدم لك خدمه كنت بتقف قد ايه، ده غير بقى العشوائيه اصلا في ان انت تقدر تحصل على هذه الخدمه او حتى تعرف تسال على حاجه. كنا بنشوف يمكن فكرة إن حد كان عنده مشوار للبريد دي كانت بمثابة يعني مشوار بنحضر له من قبلها بفترة. دلوقتي الموضوع اختلف تماما، تقدر تعمل أي حاجة هناك، أي خدمة في أقل من دقايق. ده غير كمان إنه أحمد في بقى تطبيق أساسا تقدر من خلاله إن أنت تسأل على اللي أنت عايز تسأل عليه، لو حتى ليك يمكن لو أنت جايب حاجة مثلا عايز تسأل عليها وصلت وعايز تعرف وصلت ما وصلتش، تقدر إن أنت تتتبع هذه الشحنة. يمكن خدمات كتير جدا اتغيرت بشكل كبير قوي. صحيح، يمكن يا جمانة يد التطوير زي ما طالت كل شيء في مصر في الجمهورية الجديدة، يد التطوير طالت أيضا مكتب صحيح. أو مكاتب البريد، وده لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للدولة. مش فكرة بنعمل حاجة جديدة ونهمل أو يتم إهمال ما هو قديم، لا، إحنا عندنا حاجة قديمة، عندنا مكاتب البريد المنتشرة في كل محافظات الجمهورية بعدد كبير جدا، يمكن من أقدم المكاتب الخاصة بالصرافة ويعني الإيداع وكل يعني متعلقات الحياة اليومية للمواطن المصري هي مكاتب البريد تحديدا. النهاردة مكاتب البريد بقى فيها طفرة حقيقية موجودة، والسبب الرئيسي في هذه الطفرة هو الرقمنة. مكاتب البريد لعبت دور مهم جدا في سبيل تحقيق الهدف القومي لبناء مصر الرقمية، علشان كده عملنا جولة على أرض الواقع في مكاتب البريد مع زميلتنا جرمين إبراهيم، اللي قدرت اللي هي ترصد لنا كيف تحولت مكاتب البريد بحلتها الجديدة وثوبها الجديد إلى مكاتب بريد خلينا نقول أدمية تحترم المواطن المصري وتسهل على المواطن المصري معاملاته اليومية. تعالوا نشوف هذا التقرير. البريد المصري قدر انه يحقق طفرة في سبيل تحقيق الهدف القومي الكبير ببناء مصر الرقمية، فما بقاش مجرد هيئة بتقدم خدمات بريدية تقليدية، لكنه شهد نقلة نوعية على مستوى الخدمات والمكاتب وكمان تدريب العاملين. وأكبر مثال على ده مكتب بريد القاهرة الرئيسي التاريخي في العتبة واللي احنا موجودين فيه النهاردة. البريد المصري واحد من أهم الهيئات اللي بتقدم خدمات رقمية للمواطنين، وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن ميكنة ورقمنة البريد المصري يسعدنا أن يكون لنا اللقاء ده مع أستاذ إيهاب أبو بكر نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. في البداية لو اتكلمنا عن إزاي قدر البريد المصري في وقت قليل أن هو يحقق عناصر التحول الرقمي بشكل مميز وناجح. شكرا على السؤال. خلينا الاول نقول ان خدمات البريد بتنحصر في ثلاث خدمات رئيسيه: الخدمات الحكوميه، الخدمات البريديه، والخدمات المصرفيه. احنا ركزنا في كل خدمه من دولت، بس قبل ما نتكلم عليهم الاهم ان احنا اهتمينا الاول ان احنا نبني البنيه التحتيه، ودي تمثلت في ان مكاتبنا تطورت. احنا 80% من مكاتبنا دلوقتي بقت مطوره وليها ايدنتيتي واحده. خدمه العميل زي ما حضرتك شايفه هي سيملس سيرفيس وكاستمر اكسبيرينس، حتى شكلنا اتغير في اسطول العربيات بتاعتنا. بعدين نبص على البنيه التحتيه الرقميه، وديت بدانا نطور في الشبكات بتاعتنا ومراكز البيانات ومراكز بيانات بديله والحوسبه السحابيه، كل ده عشان يأهلنا نتكلم بقى في خدماتنا احنا عملناها فيها ايه. بس طبعا قبل ما نتكلم على الخدمات ديت لازم ما ننساش العنصر البشري، والعنصر البشري بالنسبه لنا هو الاهم، لانه هو ده اللي بيقدم الخدمه، هو ده اللي بيتعامل مع الجمهور، فلازم يكون مدرب لتقديم الخدمات بتاعتنا والخدمات الاخرى. طيب لما نيجي نمسك خدمه خدمه، لو جينا قلنا مثلا
الخدمات المصرفية. احنا مشهورين جدا طبعا بدفتر التوفير، وان دفتر التوفير ديت ليه مراحل طبعا كلنا عارفين الدفتر وفاكرينه، بس ابتدينا نحول الدفتر ده الى كارت، فده اخذ فتره الناس تبتدي تثق، بدل ما كانت لازم تشوف الدفتر وتبص على الترانزاكشنز بتاعتها، بدات تبص على كارت دلوقتي وتتعامل بيه سواء مع المكتب او الاي تي امز. طيب بعد كده قلنا احنا عايزين نبقى في البلاتفورمز او الموبايل ابس، فعملنا شراكه مع شركه يلا بمستخدمين شركه او شبكه فيزا العالميه، وديت من وسيله مدفوعات رقميه. طيب ده ممكن نعمل فيه ايه؟ النهارده المستخدم الابلكيشن ممكن ان هو يقوم بكل مدفوعاته، سواء ديت مدفوعات يعني كهرباء، ميه، تليفونات، ممكن ان هو يشحن الكارت بتاعه من مكاتب البريد او من اي كروت اخرى. احنا طبعا معروف علينا ان احنا الاصلي في ان احنا بننقل بطريقه امنه الشحنات من والى. طيب عايزين برضو ناخد الموضوع ده بشكل ديجيتال، فاطلقنا تطبيق اسمه وصلها. ووصلها ده بيدي الاكسبيرينس اللي حضرتك كنت بتعمليها بالطريقه التقليديه الى طريقه رقميه 100%، بحيث ان انت ما حدش يتنقل من بيته او من المكان اللي هو فيه، فانا ممكن انقل شحناتي من والى وانا في المكتب او انا في البيت باستخدام الموبايل اب، بان انا بحدد اللي انا عايز انقله وبحجز عن طريق الموبايل المن يعني من والى الديستنيشن والفي، وبيجي كمان واحد بيبيك اب الشحنه اللي انا عايز اشحنها وبيوصلها، وكمان في طرق تامينيه ان انا بامن البعيثة نفسها او الحاجه اللي انا بوصلها بطرق رقميه، سواء بقى في او تي بي لان المرسل الي عايز يطمن ان ده فعلا ده راجل من البريد، فيجي يبص يشوف الحاجه دي على الموبايل، هو ده، يبتدي ايه يستلم الحاجه. الاستراتيجيه بتاعه البريد وهي استراتيجيه البلد للتحول الرقمي للشؤون المالية، انا يهمني ان انا اقدم خدمات بسعر بسيط للناس، سواء بالمنصات ديت او الموبايل ابس ديت، وفي نفس الوقت ان انا الطفره النوعيه اللي فيها البريد دلوقتي في طريقه تقديم الخدمات ونوعيه الخدمات. يعني انا النهارده ممكن ان انا ابتدي اقدم او الاتاحه للشركات الصغيره ان انا يقدموا خدمات القروض المتناهيه الصغر، فانا النهارده ممكن دي خدمات أخرى أضيفت إلى سلة الخدمات البريد. لو شفنا تجربة عملية، هل ما كانت ورقمنة البريد المصري أثرت في الوقت اللي بتاخده في تقديم الخدمة للمواطنين؟ عمري يا فندم عايزة أطلع شهادة مخالفات. شباك التين يا فندم. صباح الخير. صباح النور. عايزة أطلع شهادة مخالفات. تمام يا فندم، لو سمحت بس محتاج الرخصة والرقم القومي بتاع صاحب الرخصة. تمام. هذه الشهادة تمام، ودي النسخة بتاعتك. شكرا. واجهة الأمر كده، في حاجة تانية؟ لا تمام شكرا. تمام شكرا قوي. شكرا. التطوير مش بس تطوير مكاني، الحقيقة هو كمان تطوير في الخدمات. طبعا الخدمة اللي كانت قبل كده بتقعد مثلا ساعة، دلوقتي 10 دقايق بنكون مخلصينها. في ترتيب وفي نظام سهل الأمور أكتر وسهل الإجراءات أكتر، زائد إن في برضو في ناس بنقدر نتواصل معهم يخدمونا لو في أي مشكلة. يعني في ناس قاعدين للسؤال، لو في أي حاجة تعطلت
في خدمه عملاء متطوره جدا، الخدمات نفسها بقت اسرع، مش بس تطوير المكان يعني. والله في الحقيقه هو الموضوع اختلف عن زمان كتير، دلوقتي بقى في تكنولوجيا والوقت بقى زي الاول برضو. انا لو جاي اخلص خدمه هنا للمرور انا بخلصها في توقيت بنجزه يعني، غير زمان صراحه كان في وقت وكان الوقت بيضيع بسرعه يعني، انما دلوقتي ما شاء الله يعني في تطور مستمر. انا يعني النهارده جاي عشان اخد طرد من امانه، قالوا لي ان في شبابيك بتسهل الماموريه على طول في ثواني يعني في البريد هنا. لا تطور عظيم طبعا، والدنيا بقت كويسه غير الاول خالص يعني، الاول كان وضع ودلوقتي بقى وضع تاني، تطورات برده على اكمل وجه يعني. حتى برده لو اي مواطن بيخش مثلا يجي يعني يعمل اي مصلحه هنا بالذات في البريد هنا، الاول كان فيه يعني حاجات كده كانت بتاخر شويه، دلوقتي بقت حاجه هنا بقت سريعه والتطورات يعني بقت اعلى المستوى. والله يعني انا شايف ان دلوقتي بقت الخدمه اسرع بكتير من الاول، وبقى في مكاتب كتيره متوفره في كل مكان يعتبر، بقت الاجراءات سريعه عن الاول. دلوقتي بقى الوقت اقل والخدمات منظمه وكده، وده هم مخصصين كل شباك لخدمه معينه فما بياخدش وقت في الخدمه قوي. التطور اللي حصل طبعا في عهد التكنولوجيا الجديده في عهد حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، دلوقتي بقى الوضع غير الوضع خالص. كنا الاول بنيجي بطوابير وبننام بالليل وعشان نخش ناخد دور وبتاع، انما دلوقتي التكنولوجيا الحديثه بقى الشبابيك كترت. اولا في عهد معالي الوزير عمرو طلعت برضه احسن من الاول بكتير، وطبعا ده في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. لا الوقت بقى اقل عن الاول واحسن وافضل، وفي تطورات احسن من الاول. كنا الاول بنقف طوابير، دلوقتي مفيش طوابير الحمد لله، وكل حاجه بتخلص سهلا. والله هي التسهيلات بصراحه بسم الله ما شاء الله احسن من الاول بكتير قوي جدا يعني. انا دلوقتي مثلا الحاجه قاعده وانا جيت ابطلها ما خدتش دقايق، بسم الله ما شاء الله يعني حاجه يعني تطورات في الاحسن يعني. لا هو بصراحه يعني خدمات كتيره جدا، وفي سرعه في الاداء دلوقتي، وفي تغيير ملحوظ وكبير في السيستم والاداره عندهم، وحاجه جميله جدا يعني بصراحه.